انمي بالعربي بيقول هل الكتاب السحري عايز يقتل مروان؟ يا ابني مش الدرجات دي يا ابني والله العظيم. هل ممكن تقتلني في يوم من الايام يا كتاب؟ ربنا يستر. طب والله العظيم والله العظيم انا ولا تاني ولا اي حاجه ولا بال والله العظيم ايه ده؟ انا خلاص انا مش هكمل مش هكمل ستوب. كتاب الاجابات حرفيا كميه فين يا مروان الفيديو بتاع كتاب الاجابات الجزء الثالث فين يا مروان فين يا مروان والله العظيم انا مش فاهم. فكرتوني بالخاله نوسه والله العظيم ده فاهم حلال المشاكل فاهم اعمل ايه افتح له مكتب فاهم وتتخشوا وتسالوه اسئلتكم. ده اقسم بالله يا مؤمنين البوست نزلته في الكوميونتي بسالكم فيه الاسئله اللي تسالها له جالي اكتر من 3500 سؤال انا مش فاهم والله العظيم. انا لو خدت كل جنيه على كل سؤال منكم وفاهم اجابه والله العظيم هكسب ذهب هكسب بيك ذهب اقسم بالله. اللي ما يعرفش الكتاب ده ايه واول مره يشرفني هنا على باش انا هجيب رجلك انا هعملها مره جايه بفلوس. ده اسمه كتاب الاجابات ذا بوك اوف انسرز عباره عن فكره ذكيه واحد كاتبه في حوالي تقريبا مثلا 3000 ورقه كل ورقه فيها اجابه مختلفه اجابه تنفع لاي سؤال في دماغك عارف انت الاجابه المبهمه دي بس يعني ايه انت لما بتاخدها بتحللها على حسب سؤالك فبتفهمها. ففكره الفيديو ان الناس بتبعت لي اسئلتهم وانا بفر كده اهو واجيب اجابه يعني بالحظ واقولها له بقى وهو حظ. النهارده هنشوف اسئلتكم بس قبل ما نشوف اسئلتكم اخد من وقتكم دقيقه بس لسبونسر فيديو النهارده حقي الصراحه اتفضل. طبعا نفسنا كلنا نخش في مجال اللايف ستريم ونبقى ستريمرز قد الدنيا بقى ونلعب اللعب ويبقى عندنا فانز كتير جدا بيتفرج علينا. بس طبعا في منكم كتير ما عندوش الاعدادات ولا الامكانيات الكبيره ان هو يبدا في حاجه زي كده يعني كاميرات مايكات والحاجات دي كلها. فانا النهارده جبت لكم الحل تقدر تعمل لايف ستريم بجوده 1080 على موبايلك ببلاش وعلى كل المنصات اللايف ستريمز اللي على موجوده على النت باستخدام برنامج ترنب. الابلكيشن ده فري على موبايلك تقدر تنزله ومن خلاله تقدر تعمل لايف ستريم على يوتيوب وفيسبوك وتويتش والثلاثه نفس الوقت ومش كده بس على اي موقع تاني مجرد بس بتاخد الرابط بتاعه وتحطه في البرنامج وتقدر من خلال البرنامج ده تصمم شكل اللايف ستريم بتاعك مكان الشاشه بتاعتك ومكان اللعب بتاعك ومكان صورتك وكل الكلام دوت. ومش كده بس انت كمان باستخدام البرنامج ده تقدر تطلع صوت اللعبه وصوت صحابك اللي بيلعبوا معاك كمان. وطبعا الطبيعي ممكن تقرا الشات منه وتقرا الدونيشنز لو حد عمل لك دونيشن او لو حد عمل لك سبسكرايب يطلع لك اسمه. حرفيا برنامج متكامل لللايف ستريم. فانت لو عايز تبدا تجرب المجال دوت بدون اي امكانيات وبدون اي حاجه وانت قاعد في البيت كده فانصحك تنزل البرنامج ترنب. طبعا هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن كل الروابط انت محتاجها عشان تنزل البرنامج دوت وانت لما تخش اصلا هتلاقي فيه توتوريال كتير قوي ان هتفهمك ازاي تبدا الموضوع دوت. يلا انزل تحت اعمل داونلود للبرنامج وابدا لايف ستريم يا معلم. وبس كده مش طالع عليكم انا خدت على الفيديو بس قبل ما نخش بس تعمل لايك للفيديو دوت تشترك على الاشتراك وتشغل الجرس ويلا بينا يلا يلا بينا اتفضل اتفضل. يا رب يا رب اسئله يا رب كويسه يا رب والنبي اسئله كويسه. يلا اول سؤال معانا شهد طه بتقول هل وزير التربيه والتعليم هيش. يا نهار اسود ايه هو في ايه والله العظيم ايه الاسئله اللي بتحبس فيها ايه يا عم انت ايه يا شاهد مالك يا شاهد مالك يا شاهد ايه السؤال ده انت داخله مكتب رئيس الوزراء انا مش فاهم والله العظيم ده كتاب عادي ده كتاب تافه والله مش للدرجه. هي قصدها قصدها هل وزير التربيه والتعليم في الامريكا في امريكا الامريكان هيتشير ولا لا. يلا يا كتاب جاوب لنا وان شاء الله فاهم انا وانت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. ايوه هات لي بقى سؤال ايوه هات لي الاجابه دي. بيقول لك سيك اوت مور اوبشنز يعني دوري على حلول ثانيه يعني ايه بص بقى ايه ذاكروا ذاكروا انتوا اللي بتتدلعوا الصراحه ذاكر ذاكر الحل الثاني قصده يعني ذاكر ذاكروا اللي بعده اللي بعده. سؤالي من واحد اسمه رد على السؤال بيقول هل الجنيه المصري هيبقى اغلى من الدولار واخد 144 لايك مش عارف والله العظيم فاهم انا فاتح لكم الوزاره كلها تخش ومش فاهم انا مالي يا عم انت بالحاجات دي حاجات سياسيه ماشي ماشي الاقتصاد اقتصاد اقتصاد هجيب لك من النص هجيب لك من اجيب لك من الاخر اجيب لك من الاخر اجيب لك من اجيب لك عشان ما تقرفناش بقى. ايوه ايوه هات لي بقى اوه والله العظيم بيقول لك هو بص ايه ريسبكت ذا رولز يعني احترم القواعد احترم احترم اللي احنا فيه بقى ولا 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 اقعد ولا انت عبيط ولا انت عبيط ولا ايه؟ انا عاجبني كده الصراحه الدولار نفسي الدولار يغلى اكتر من كده الصراحه. انا مش فاهم مالكم في ايه الاسئله الغريبه دي. منى عماد او مين عماد بس اعتقد منى بيقول او بتقول هل انا ابويا مش هو ايه ده في ايه ده؟ اللي بعده الو الو هو في والله احنا مالنا احنا بالمشاكل العائليه دي والله والله انا اسف انا اسف انا اسف حكى عليا حكى. السؤال التالت باي ميزو واي تي جي بيقول هل الكورونا هتنتهي ولا هتفضل موجوده الى الابد؟ تمام جبنا السؤال ده قبل كده مش عارف بس هنعمل ابديت ده الابديت يا جماعه بتاع السؤال اللي قبل كده تمام اتسال قبل كده يعني وكان قال هنفضل طول عمرنا معانا يعني الكورونا فده الابديت هنشوف الابديت بقى اللي حصل. ايوه هجيب لك من اول هجيب لك من اول. بص يا باشا هو بيقول لك ايه والله العظيم بيقول لك دونت ويت ما تستناش سيبها بظروفها سيبها بظروفها واضح ان مفيش ابديت نزل تقريبا اوكي مفيش ابديت سيبها بظروفها. اللي بعده السؤال اللي بعديه باي بي كي حمو 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 هل هطلع مهندس زي ما انا عايز؟ انا يعلم انت بتذاكر ولا ما بتذاكرش انا ماشي هل هيطلع كتاب الاجابات هيطلع مهندس زي ما هو عايز؟ ايوه والله العظيم بص يا باشا بص كاتب لك ايه؟ سيف يور انرجي وفر طاقتك
انت ايه الاحباط ده؟ بص والله العظيم هو اللي بيقول لك سيف يور انرجي. انا جبت حاجه من عندي، روح اشتغل كول سنتر بقى ولا حاجه بقى، ما تقرفنيش. اللي بعده، اللي بعده، السؤال اللي بعديه باي يوسف البسال، يوسف البسال او باسل حاجه زي كده، بيقول لك هل نتيجه الثانويه العامه بتاعتي فعلا درجتي ولا لاعبين فيها؟ والله العظيم يا جماعه انتوا بتغلطوا، والله العظيم بتغلطوا. انا عايز اسئله كويسه، انتوا داخلين كده كنترول والله العظيم. ماشي ماشي كنترول دي درجاته ولا هنعمل عاد تصحيح عشان ننجز بس. هنجيب لك من الاخر. بيقول لك بيقول لك يو ويل بي ديسابوينتد، يعني هتحبط، يعني تقريبا انت لو عرفت درجاتك الحقيقيه هتحبط، يعني يعني ارضى بقليلك، دي كويسه، دي كويسه، قول الحمد لله، قول الحمد لله واخلص. دي يو ويل بي ديسابوينت، ما تعملش اعاده تصحيح، ما تعملش اعاده تصحيح، هتنزل اكتر من كده، هتقع، هتغرق. اللي بعده، اللي بعده، اسلام سمير بيقول هل ساصبح حارس مرمى كويس واروح الاهلي؟ سؤال ده، ده سؤال كويس، ده سؤال كويس. طبعا محتاج تتعب طبعا، فكك من الكلام الاهبل دوت، فاهم ده ايه؟ دي حاجه تصبيره كده، بس تفوت تتعب عشان توصل لمجهودك. يعني هل اسلام سمير هيبقى لعيب كويس في النادي الاهلي ويبقى احسن حارس مرمى؟ ايوه هديه هديه هديه. اوه طب والله العظيم اجابه كويسه. بيقول لك if you do as you are told، يعني لو عملت زي اللي اتقال لك بالظبط، اللي زي انا قلته لك حرفيا، انت تتعب وتجتهد لحد ما توصل لهدفك. والله العظيم بص بص انت حظك انا جامد فشخ اهو، هعمل اكن انا اللي قلت لك، فاهم؟ يعني هو بيقول اعمل اللي اتقال لك فهعملك انا اللي قلت لك، فاهم؟ لو حد قال لك حاجه ثانيه مش جامد. ولو بقيت حارس مرمى في الاهلي، فاهم؟ يبقى يعني كلمني اخوك. بوبا اشرف بيقول هل ستصعد مصر كاس العالم؟ اوكي، هل ستصعد مصر كاس العالم يا كتاب؟ انا عايز الورقه دي. ايوه الو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الاحباط ده نيفر، يعني مستحيل ابدا. ايه ده؟ يا ساتر يا رب. اللي بعده، انا مش هتكلم. اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، الله يحرقك. ادي الشبراوي بيقول هل ابويا هيوافق يجيب لي المكنه اللي انا عايزها؟ مكنه، مكنه، والله العظيم بعد المكنه دي انا المفروض ما اكملش السؤال. مكنه هيجيب لك، هيجيب لك ايه؟ فاهم حلاوه 200؟ انا مش فاهم. او هل انا هقدر اشتري المكنه، برضو المكنه اللي انا نفسي فيها، او هتجي لي مثلا هديه من حد؟ مكنه، هتجيب، هتجي له المكنه. ايوه انا ممكن اجيب هذه الورقه. ويت انتظر، بيقول لك انتظر، اهدى شويه بقى، ها اهدى شويه، فاهم؟ اقعد بقى، ها اقعد، والله العظيم فكرتني الاجابه دي، فاهم؟ ويت دي لو تغبي منه فيه، فاهم؟ اقعد بقى، ها اقعد اهدى بقى، ها شفت؟ اهدى شويه يا شادي بقى، بطل بقى، بطل. علي الشواي اعتقد اسمك، انا قريت بوش، قريت اسمك غلط، معنيين يعني. بيقول ايه؟ هل هتجوز لينا جوميز؟ دي الاسئله، اهي دي الاسئله، الراجل بيبص للفوق، فاهم؟ بيبص للبعيد، هوليوود، امريكا. هل علي هيتجوز سيلينا جوميز يا كتاب؟ هو ليه اجاباته صريحه المره دي؟ والله العظيم لا، انسى، هو قفلها لك والله العظيم، انسى، قال لك لا نو. طب كويس ما جابش نيفر، يعني هو ايه؟ ممكن، ممكن، لكن هجيب لك مره كمان، هجيب لك مره كمان. ايوه ايوه، اسك يور فازر، اسال باباك، يمكن باباك مش موافق ولا حاجه، يمكن باباك مش موافق. اسك يور فازر. اللي بعده، اللي بعده، بشار رامي بيقول هل الامتحانات هتتاجل ولا لا؟ برضو برضو، هل الامتحانات هتتاجل ولا لا يا كتاب؟ انجز يا رب يتقال لا. بيقول لك ليت جو، فاهم؟ اتركها، سيبها يعني، سيبها وسيبها وبظروفها، من الاخر حرفيا بيقول لك سيبها وظروفها، او سيبيها وظروفها، او سيبها. بشار صح بيقول لك سيبها بظروفها، ليت جو، فاهم؟ ما تفكرش، انت نصيبك. نور مندور بتقول هل انا هتجوز جون ايه؟ جون ايه؟ جون ايه؟ جونغوك، جونغوك في حياتي البائسه دي. ايه جونغوك ده؟ استنى كده، ده كي بوب. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده انمي في نفسه، ده جونغوك، لازم يكون جونغوك الصراحه. ماشي، هل الست نور هتتجوز جونغوك؟ هو ده اسمه، ان اسمه جونجو، جونغوك، جونغوك اعتقد يعني، ما علينا. ايه ايوه برضو، اسك يور فازر برضو، والله العظيم. ايه ده؟ هجيب حاجه ثانيه، هجيب حاجه ثانيه، استنى. بيقول لك ذاتس اوت اوف يور كنترول، ده خارج عن ارادتك، او خارج عن، فاهم، سيطرتك، او حاجه زي كده، فاهم؟ يعني مش بمزاجك، من الاخر ما تفكريش، ما تحلميش بقى، خلاص بقى، بدا يتكسر مننا والله لو جه مصر. اللي بعده، اللي بعده، هتفضلي بائسه. اللي بعده، جونغوك دي شتيمه والله. اللي بعده، اياد عثمان بيقول هل لو بعت كليتي هعرف اشتري كرشه 3050؟ هو اعتقد مش الدرجات دي، يعني كام تمن، كام 15000 تقريبا ولا 18000، وكده ممكن تساوي 25000، هيفيد معاك فلوس كمان. يلا هل هل ها يلا ورينا، هات لي اجابه، هات لي اجابه. بيقول لك اهو، بيقول لك يو ويل نيد تو كونسيدر اذر ويز، يعني انت لازم تدور على طرق ثانيه، فاهم؟ اسمك من الكليه، شوف حاجات ثانيه بقى، الا السرقه، اوعى تسرق، يلا فاهم، اتعب واشتغل لحد ما توصل له. انا بقول لك اهو، لو كده هات لي معاك واحد النبي. كات استرانج، ايه ده؟ مش اسمه غريب والله العظيم. بيقول لك هل استغطى بالبطانيه ولا باللحاف؟
بالفوطه. انا مش هتعب نفسي كده بالفوطه. اللي بعده محمد حسن بيقول هل في بنت هتحبني في يوم من الايام، وبيقول كمان هل في بنت بتحبني في يوم من الايام، وبيقول كمان هل في بنت هتحبني في يوم من الايام. الواد ضايع، الواد واقع خالص. هل في بنت هتعبر محمد؟ بص هو كتب لي حاجه بس مش هديها لك. ماشي هجيب لك واحده على حاجه حلوه والله العظيم. ان حاجه حلوه مش قادر. قلت لك واحده حلوه بعد اللفه ال 30 مثلا ولا حاجه. It's going to be great. الموضوع هيبقى حلو ما تقلقش يعني. اصبر تاخد حاجه نظيفه من الاخر. اللي بعده انمي بالعربي بيقول هل الكتاب السحري عايز يقتل مروان؟ يا ابني مش الدرجات دي يا ابني والله العظيم. هل ممكن تقتلني في يوم من الايام يا كتاب؟ ربنا يستر. طب والله العظيم انا ولا تاني ولا اي حاجه ولا والله. ايه ده والله العظيم ما في اي تانيات. انا هجيب واحده ثانيه، هجيب جد ثانيه. انجوي ذا اكسبيرينس، استمتع بالتجربه. ايه ده؟ يعني ايه استمتع بالتجربه؟ الو السؤال اللي بعده. والله العظيم ايه ده؟ لا السؤال اللي بعده ايه؟ انا خلاص انا مش هكمل. ستوب كفايه مش هقدر. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتسالوا عليا. فاهمين؟ تسالوا طيب. ما تنسوش تعمل لايك وتشارك اشتراك وتشغل الجرس وتتابعني على كل السوشيال ميديا انستجرام وتويتر. هم وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى باب جي نيو ستيت، هحاول العبها على الموبايل وان شاء الله تنزل محاكي. وبس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما اعتقدش هنكررها تاني عشان انا خايف. اشوف ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يعني لو في فيديو جاي ان شاء الله. يلا جود باي بيتك.